وما حكم صلاة المقيم خلف المسافر؟ هل يقصر صلاته؟ وما حكم صلاة المسافر خلف المقيم؟ هل يتم صلاته؟ لو اقتدى المقيم بالمسافر لا يقصر، لأن رخصة القصر وهي السفر ليست موجودة عنده. فإذا صلى خلفه الظهر مثلا والإمام المسافر سيسلم من ركعتين، يقوم المأموم المقيم ليكمل الظهر 4 ركعات. ولو اقتدى المسافر بالمقيم وجب عليه أن يتم صلاته، والله أعلم.